اسمح لنا في رأي جمعية المواطنة والتنمية البشرية بجهة وادي ذهب القوارع. الجمعيات المجتمعة اليوم في هذه الندوة الصحفية هي جاءت لتعبر حقيقة عن موقفها الرافض للملتقى المغربي لهيئات ومنظمات المجتمع المدني، كونه ملتقى ذو بعد وطني وكان تحت الرئاسة الفعلية للقطاع الوزاري المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وتم هذا الملتقى دون التنسيق المسبق مع باقي هيئات ومنظمات المجتمع المدني كما تنص على ذلك الآلية التشاركية وكما تنص على ذلك توصيات ومخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني. للأسف الشديد نحن قطعنا هذا الملتقى لهذه الأسباب التي مع كامل الأسف، رغم أننا قمنا بمحاولة إخبار السيد الوزير قبل ولوجه إلى قاعة افتتاح هذا الملتقى، إلا أن السيد الوزير مع كامل الأسف أصر على أن يواصل رئاسته وأصر على أن يكون في أحد أن يكون جزء من الاصطفاف الذي نأسف له الواقع اليوم داخل المجتمع المدني بجهة وادي ذهب القوارع، والذي نحاول جاهدين من خلال مخرجات الحوار الوطني أن نقوم بتكثيف جهوده. نحن نطالب أولا أن لا يتم أن يتم بسط توصيات ومخرجات الحوار الوطني في إطار جلسات على المستوى الجهوي يؤطرها القطاع بنفسه وتكون مفتوحة لكافة هيئات ومنظمات المجتمع المدني، بدل أن تناقش مخرجات الحوار الوطني في إطار هيئة معينة بعينها وفي نفس الوقت مع عدم إشراك باقي هيئات ومنظمات المجتمع المدني بهذه الجهة. هذا هو مطلبنا الرئيسي للسيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وأن يكون أي لقاء مستقبلي ذو بعد وطني من هذا النوع أن يكون محل تنسيق مسبق من طرف القطاع مع الهيئات ومنظمات المجتمع المدني بجهة وادي الذهب القوارع بصفة عامة دون إقصاء لأي جمعية كيفما كان موقعها. لسنا معنيين حقيقة بالهيئة المنظمة، الهيئة المنظمة لا تعنينا في شيء، لكل هيئة أن تنظم ما شاءت، لكن أن يتم تنظيم ملتقى مغربي لهيئات ومنظمات المجتمع المدني هذا العنوان الذي ذو الطابع العام والعمومي، هنا يكمن المشكل. ليس من حق أحد أن يتكلم ليس من حق أي أحد أن يتكلم باسم المجتمع المدني على المطلق، لا، لكل أن يتحدث في إطار هيئته بالنسبة للجمعيات التي هي إما مشبكة معه إما متضامنة معه. أما أن يكون هذا الحديث بهذه الطريقة ويستقل القطاع مع كامل للأسف بهذا الشكل فهذه مسألة مرفوضة. الخطة الموالية هو أننا سنقوم بإصدار بيان هذا مساء هذا اليوم نوضح فيه رؤيتنا للموضوع للرأي العام المحلي وللقطاع أيضا، ونتمنى أن يكون هناك تجاوب من طرف القطاع المعني بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مع مطالبنا المشروعة. لا نريد لمخرجة الحوار الوطني أن يتم القفز عليها أو خطفها من طرف أي هيئة أو إسباقها بلون سياسي معين.